أيضا الكويت اللي يطمح لتجاوز اليوم الجراء للوصول. سجل 4 أهداف فقط، يعني الأرقام تتكلم. كرة اللعب خالد خلف الآن في نص الملعب، يحضر نفسه للمرور ولكن مر. بدأ الآن في الدقائق القليلة الماضية يصبح هو اللاعب المزعج ناصر العثمان، وتدخل علي مقصيد في الكرة الأخيرة وإصابة. داعي الإيقاف هو مصاب، هو أحمد الرشيدي ومدافع العربي ومدافع أيضا المنتخب الكويتي الوطني، وقدم أداء جيد أيضا مع المنتخب الرديف في ليمن. عرضية وعبد الله بريج، هذه كرة خطرة ولكن كرة أغرب. يشوف اللعبة من يوسف بطيبان اللي عمل الكرة العرضية، وهنا حاول عبد الله بريج على الطاير في الكرة الماضية، وهنا تيتيه الغاني هذه عادة الكرة الأخيرة. كرة اللعب الآن الإكسلاف في نص الملعب، راحت على حسين لأن يخرج متقدما في هذا الشوط على السالمية اللي بدأ تغير وتتغير الأمور والحال في هذه الجولة بالنسبة للسالمية، يعوض الخسارة بين قطرتين كانت للعربي في شوط المباراة الأول، لكن الهدف اللي دخل في مرمى لا يسأل عنه حميد القلاف حقيقة حارس مرمى نادي السالمية، لكن العربي فيها الشك، ولكن ربما سقوطه يعني كان يوحي لي أنه في خيار آخر في نص الملعب بالنسبة للعربي. كرة ملعوبة تي اي بيلعب له تي اي الى بشار العازمي البديل في شوط المباراة الثاني. العازمي بيحاول يمر ولكن